كيتنظم في المملكه المغربيه. سعداء اكثر ان كاين حضور ديال 3 ديال العروض المسرحيه داخل المسابقه الرسميه. انا احدى بطلات عرض مسرح الشطاره، تاليف جماعي على راسهم سعيد ابرنوس، اخراج العزيز جدا امين نسور، سينوغرافيا الدكتور طارق ربح، بطوله كل من مونيا المكيمل، شيماء علوي، وقدس جندل، تيفيور معنا كذلك في الغناء، يعني طاقم كبير جدا. كنحاولوا نحرصوا على ان التمثيليه ديال المملكه المغربيه تكون تمثيليه جيده كيف عودنا باقي الفرق العربيه، ملي كنمشيو لعندهم لبلادهم كيكون حضور وازن للمغاربه. فان شاء الله المملكه تتوفق كذلك في التنظيم والعروض تكون بصدى قوي وجمهور يجي ساند الفرق المغربيه. شكرا لكم. لاباس عليها، دابا ماشي تيتيحه، دابا مونيا. نورمالمون حنا صورنا جوج لي سيت كوم ومسلسل، ولكن البرمجه القناه الثانيه هي اللي كتكلف فيها، فما غاديش نقدر نواعد او ننفي. في انتظار تنزل البرمجه الرسميه ديال القناه الاولى والقناه الثانيه وان شاء الله يكون. طبعا خدمه رائعه كتمر في اطار مهني يسود الحب والاحترام المتبادل من الطاقم التقني والفني. طبعا كنبغي نسلم على ليكيب تكنيك كامله من نهار بدينا لدابا، ديما كنشيدوا بالممثلين والمؤلف والمخرج، وكنساو حتى الطاقم التقني اللي عنده دور مهم، فانا كنسلم عليهم كاملين. كنبغي نقول لهم المملكه المغربيه يا ربي يا سيدي ربي يحفظها من عين العدو، يا ربي تبقى ملتحمه وكل عام تحقق انجازات كبيره. ما نساوش الفضل ديال الاسود اللي عطاو واحد الاشعاع كبير جدا في العالم، دابا ماشي غير في العالم العربي. ان شاء الله من ازدهار لازدهار، الله يسهل على كل واحد باغي يحقق شي حاجه في حياته. شكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.